وبعد حوالي نص ساعة دخلت سرية لأوضة إبراهيم وقالت الحمد لله حسنا رجعت أنا اشتريت الطلبات ورجعت بسرعة رجعت بسرعة جاوي يا مرات أبوي أنا هنا من أكتر من نص ساعة طلبات إيه دي اللي في شنطة السوق دي لوازم طبيخ الغدا كانت نقصا نزلت اشتريتها ورجعت بسرعة فعلا رجعت بسرعة جاوي أكيد تعبتي من المناهدة مع البياعين عنك هاتي الطلبات دي وأنا هحضر الوكل أنت بتتعبي جامد جاوي بصت لها سرية بتحدي وقالت خلينا جواياكل للمطبخ المطبخ نجهز الوكل سوا بسرعة زمان خواتك جايين من المدرسة يا دوب يتغدوا ويرجعوا من تاني وبعد ما راحوا المطبخ وقفت حسنة وقالت الخضار ده ما كانش ينفع يستنى شراه لحد ما ارجع وتسيب ابويا عيان لوحده كده افرضي كان جات له ازمه واحتاج البخاخه مين كان هيناولها له هيتعب في نص ساعه سيبته فيها لكن لما يعلم بعملتك مع المستاجر اللي جاله لحد الدار هنا وقتها هيطب ساكت بلاش كدب يا مرة ابوي ولا هتكدبي الكدبه وتصدقيها كفايه نظره اهل المنطقه ليا بسببك وبسبب كدبتك اللي معرفش هتكسبي منها ايه وهكسب ايه من الكدب انا شفتك وانتي واقفه مع الشاب بالبيجامه وشعرك كان مكشوف هو كان عرجان ميه قولي لي تفسير لده غير اللي جه في دماغي هو اي حد مطرحي كان هيعملك ده بس هو نفد وهرب وسابك على العموم ما تخافيش انا مش هقول لابوكي خايفه على صحته بردك جوزي وابو عيالي اللي خايفة عليهم من طيشك هو ليكي على ينصحك طيشي وتنصحيني وتنصحيني بإيه بإنك تفضحيني قدام أهل المنطقة على عموم خلي نصايحك ليكي وفريها عندك بنتين هما أولى بنصايحك هاني حاسة بصداع هروح أخد أي مسكن واتخمد للمسا يمكن أما أنام أصحى مرتاحة مسكن برضك ولا حاجة تانية على عموم أنا نصحتك كتر خيرك خلصت حسن كلامها ومشيت وسرية ابتسمت بخبس وهي بتطلع تليفونها وشافت الصور اللي فيه وقالت اجده فضل الخطوة الأخيرة وفي واحد من مصانع جويد جويد كان قاعد على مكتبه مشغول بمتابعة أحد الأعمال قطع دخول صلاح اللي قال المفروض أنك عريس جديد والمفروض تكون مع عروستك دلوك أنتم لسه في شهر العسل مش هنه بتشتغل اجده سلوان هتاخد عنك فكرة أنك بتفضل شغلك عنيها ابتسم جويد وهمس لنفسه قال شهر عسل ومع سلوان انا متاكد ان سلوان مش فارق معاها اننا عرسان اساسا عندي صفقه مع عميل روسي والمفروض احضر ليها كويس لان الصفقه دي هترفع اسم مصانع الاشرف وكمان هتفتح لنا سوق جديد في اسواق خارجيه انت عارف ان التماثيل الفرعونيه ليها زهوه خاصه عند الاجانب وبيحبوا اقتنائها بس طبعا مش كلهم قدامهم فرصه السياحه في مصر بس انا اتوصلت مع كام عميل من اللي بيتعاملوا مع مصانع الخزف والفخار اللي بأشكال أثرية فرعونية وخلاص هبدأ في التنفيذ العملي وأول صفقة اللي بشتغل عليها دلوك ابتسم صلاح بفخر وقال ربنا يوفقك للخير دايما وواضح كده إن سلوان هتبقى وش استعد عليك بس بردك بلاش تنشغل عنيها في البداية كده أنا يعني لما اتجوزت أمك قعدت واحد وعشرين يوم مخرش من عتبة الدار <applause> لا دلوك الوقت اتغير عادي العريس ممكن من تاني يوم ينزل لمشاغله وانا متاكد ان سلوان فاهمه طبيعه شغلي زين ربنا يهدي سركم بس ليه عندك سؤال ولو مش عاوز تجاوب عليه براحتك وايه هو السؤال ده اوعى تفكر ان سؤالي ده تدخل مني في حياتك مع مرتك بس انا وامك الصبح كنا بنتحدث عن سلوان وهي قالت انها شاكه انها لسه بتبنوت ماما شكة لا هي بدل قالت كده يبقى هي متاكده فعلا قصدك ايه مش فاهم هو انت وسلوان مش متجوزين ولا لا اطمن يا بابا أني كويس جدا بس كل الحكاية مش عاوز أضغط على سلوان أكتر من كده أنت عارف إنها وافقت بصعوبة على جوازنا وأعتقد إن الموضوع ده خاص بيا أنا وهي بس قصدك إيه بخاص بيك أنت وسلوان وبعدين أنت قلت إنك سهل تسيطر على سلوان بعد الجواز سلوان عنيدة أكتر مما توقعت يا بابا والموضوع ده رضا وقبول قبل أي شيء تاني واطمن وخلي عندك ثقة أطعهم دخول صالح اللي فتح الباب من غير استئذان والاتنين سكتوا عن الكلام وصالح قال: مالكم سكتوا وبتبصوا لبعض كده ليه؟ كانكم شفتوا عفريت، لا كون جيت في وقت غير مناسب، لا ابدا، بس مستغرب مجيتك لهنيه في المصنع، في العاده في الوقت ده انت بتبقى نايم، لا خلاص، الفتره الجايه لازم ابقى صاحي، بالذات بعد ما قررت اقدم اوراق الترشيح، اوراق الترشيح لايه؟ اني خلاص، قررت اترشح لعضويه البرلمان، بص صلاح لجاويد باستغراب، وجاويد قال: عضويه برلمان ايه يا عمي؟ مجلس الشعب وعشان اجدها انا جاي النهارده اخبركم وكمان عشان بالتاكيد هحتاج للعمال اللي عندك هنا في المصنع يا جويد وهتحتاج لعمال المصنع في ايه يا عمي هحتاج لهم في الدعايه الانتخابيه وكمان اصواتهم في الانتخابات في من عمال المصنع ناس كتير من اهل الدايره وليهم اصوات انتخابيه وطبعا انتوا يهمكم اسم عيله الاشرف يعلى ويلعلع في البرلمان يعني هتساعدوني بس تاني ما اقدرش اخصب العمال ينتخبوك يا عمي لا تقدر تهددهم اللي مش هيصوت ليا في الانتخابات انك هتطرده من المصنع بس ده قطع ارزاق يا صالح وحرام وبعدين ايه اللي شعشع في عجلك مره واحده كده انك تترشح في انتخابات مجلس الشعب انتوا مش بتفهمهم في السياسه ولا في دهاليز الانتخابات كمان انا سمعت ان النايب اللي كان في الفتره اللي فاتت هيرشح نفسه مره تانية وهو ليه صيت جامد جوي في الدايره له صيت ولا انت ولدك ليكم مصالح معاه ومش عاوزين تساعدوني لا يا عمي مليش مصالح معاه بس دي حقيقة ولازم تعترف بيها هو ليه ست شعب كبير هنا ونجح بفارق كبير في الأصوات عن المنافس له وأنا مقدرش أقطع رزق حد من العمال كل واحد حر في اختياره للنايب وقف صالح يبص الجويد بكره وصلاح حب يهدي الموقف وقال لسه فترة طويلة على الانتخابات حوالي أربع أو خمس شهور يعني قدامك وقت كويس يا صالح تقدر تكسب في أهالي الدايرة أنا عارف إن لسه وقت كويس بس حبيت اقول لكم عشان تبقوا معاي في الصورة وكمان في امر تاني عاوز احددكم عني ايه هو الامر التاني ده يا عمي ارض الجميزة كل ما ياخدها مستأجر ويجي يزرعها والزرع ما تنفعش يسيبها انا قررت ان احوط نصيبي في الارض دي بصور وبعرض اشتري ارضك يا صلاح انت وصفية بس الارض قريبة من كردون المباني وسعرها غالي قوي يا عمي انا عارف انها السكة الجبلية للبلد وقريبة من الطريق وتمنها غالي بس تاني معايا الحمد لله تمنها او اجل شويه بس ممكن اقسطهم على دفعات سنويه بس تاني مش بفكر ابيع نصيبي في الارض دي ومعرفش رد صفيه ايه اسالها انت انت عارف ان انا وصفيه مفيش بينا حديد واصل وانت المسؤول عن كل نصيبها فور هو وكمان فكر الارض تعتبر بايره ومش مستفاد منيها بحاجه انا خلاص قررت ابني سور حوالين الارض بتاعتي وبجديه سهل تدخل كاردون المباني رسمي هي الارض مش محتاجه سور عشان تدخل كاردون المباني أساسا بس الأرض دي أنا كنت بفكر من مدة أنشئ فيها مصنع حتى اتكلمت مع بابا في الموضوع ده وكمان عرضت على الحج مؤنس أشتري أرضه اللي جنب الأرض دي وهو رفض بس مأجل المشروع شوية أفهم من الحديد ده إنك رافض تبيع الأرض يا صلاح أنا أساسا مش بفكر أبيع الأرض بس هقول لصفية على عرضك وهي حرة تمام أنا يعني خلاص اتفقت مبدئيا مع مجاول مباني وكان هيبدأ يبني سور حوالين حجي في الأرض بس قلت اعرض عليكم الامر الاول وعلى عموم هستنى ترد عليا برد صفيه اللي طالما انت مش هتبيع لي يبقى هي كمان مش هتبيع هاني هجوم عندي دلوك ميعاد مع المجاول هقول له مفيش داعي للانتظار خليه يبدا يبني السور خلص صلاح كلامه ومشي وجاويد قال انا مش داخل عليا حكايه السور اللي عمي عاوز يبنيه حوالين ارضه ده عندي شك يكاد يكون يقين ان في هدف تاني في راسه واني كمان عندي نفس الشك بس هو حر بس انت ما قلتليش قبل ده انك اردت تشتري ارض الحج مؤنس فعلا عرضت عليها اشتريها واقدمها مهر لسلوان لان مكان الارض عجب سلوان وقالتلي لي انها تتمنى يكون عندها ارض زي دي بس هو للاسف رفض استغرب صلاح وقال طب ما احنا ارضنا جنب الارض دي بس ارضنا مش متراية زي ارض الحج مؤنس رغم ان طول عمري اللي عرفوا ان الارض اللي بيسيل فيها الدم بتبقى خصبة بس حتى الارض دي بالذات زي ما ماما قالت عليها ارض ملعونة بالدم اللي لا ينشف ولا الأرض بتشربه، وبالاكسر في أحد الكافيهات، نفخ أمجد بغضب وهو بيبص في الساعة، مر أكتر من ساعة على ميعاده الحافظة اللي هي اتأخرت عليه، افتكر لما اتصل بيها واتفقوا إنهم يتقابلوا في نفس الكافيه ده، بس هي وافقت، طلع تليفونه واتصل بيها وقالت له إنها على وشك الوصول، وقف أمجد وقرر إنه ينتظرها في مكان تاني، إلا إنه اتصدم بليالي الكفيفة اللي كانت ماشية بالعصاية بتاعتها، ولكن أمجد لحقها بسرعة قبل ما تقع وقعدها على الكرسي وقال انا اسف بسبب حضرتك كنت هتوجعي في البدايه استغربت نبره صوت امجد لكن قالت له لا العيب مش عليك انا اللي ما كنتش لازم امشي في مكان وانا مش شايفاه كان لازم استنى زاهيه هي كانت بترد على بنتها على الموبايل بس انا قلت لها اني هتمشي على ما تخلص مكالمتها وتحصلني عند بقى مسك امجد عصايتها اللي كانت في الارض ومد ايده بيها وقال لها اتفضلي عصايتك اهي وبعتذر منك تاني، ابتسمت ليالي وقالت برضه بتعتذر مش أول مرة تحصل معايا بس المرة دي اختلفت إنك شخص واضح إنه ذوق في رد فعله وما يقوليش طالما عامية ليه مش بتقعدي في جنب؟ أكيد يبقى شخص معندوش زوج قاطعهم زهية اللي جت وقالت معلش يا ست ليالي المكالمة طولت خلينا ناخد بيدك عشان نرجع للشقة وقفت ليالي وكان جواها شعور إنها عاوزة إنها عاوزة تستمر في الجلوس وتتكلم مع الشاب لكن قالت لأمجد بشكرك مرة تانية وأتمنى فرصة تانية تجمعنا وقف أمجد وقال أنا اللي متأسف وأتمنى فرصة تانية أفضل نتقابل فيها هزت ليالي راسها ومشيت مع زاهية ولما بعدوا عن مكان أمجد اتكلمت ليالي وقالت زاهية أوصفي لي الشاب ده استغربت زاهية وقالت الشاب عادي مفيش فيه أي مميز لا يا زاهية مش قصدي توصفي لي شكله أوصفي لي نظرتك عنه ونظرتي هتكون إيه عنه عادي أنا ما تكلمتش معاه هو شكله كده زوج وابن ناس طيبين ابتسمت ليالي وقررت كلام زهية فعلا ابن ناس طيبين أما أمجد فابتسم لما شاف حفصة قربت عليه والأول مرة يحس بالشعور ده بصلها أمجد بإعجاب وهي بتقرب عليه أما حفصة فما اختلفش إحساسها كتير عنه برغم فسخ الخطوبة إلا إنها لسه في مشاعر مسيطرة عليها